فماش يعني العملية تتم بسلاسة وتبقى القانون، ما فماش تجاوزات أو خروقات تهم معناها جميع المترشحين معناها أو الناخبين، الناخبين التوانسة المسجلين طبعا. على خلاف ذلك لاحظنا وعاينا على مواقع التواصل الاجتماعي الصفحات ووحدة الرصد متاعنا متاع الفضاء المفتوح راهي قاعدة ترصد، ولازم نذكروا به الشيء هذا، فما تداول بعض النسب أو لاحظنا أيضا الدعاية لأحد المترشحين. هذوما كما تعرفوا راهو أيام الصمت وأيام يعني الاقتراع سواء بالداخل أو بالخارج راهي فما مخالفات أو خروقات ترتقي إلى مخالفات معناها انتخابية أو جرائم. هذه بطبيعة الحال يعني الدعاية بمختلف أشكالها ممنوعة، بث ونشر والتداول في نتائج صبر الآراء ممنوع. يوم الصمت الانتخابي تعرفوه محدد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع، ممنوع معناها التداول وفي النتائج هذه في نتائج صبر الآراء. الدعاية بمختلف أنواعها وأشكالها ممنوعة. أيضا تخصيص رقم هاتف مجاني أو مركز نداء للدعاية لأحد المترشحين ممنوع. الإشهار السياسي ممنوع، هذوما نذكروا بهم. عوين المراقبة متاعنا قاعدين يخدموا، قاعدين يحروا في التقارير بطبيعة الحال بالداخل أو بالخارج، وأيضا مركز الرصد متاعنا بمختلف الخلايا متاعنا اللي هي الإعلام السمعي البصري، المكتوب والإلكتروني والفضاء المفتوح، اللي في الحقيقة هو اللي يرصد في أكثر الشبهات متاع الجرائم والمخالفات على مدار اليوم، يخدم ويحللنا في التقارير، وبعد مجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات سيلتئم ويبت في هذه المخالفات بطبيعة الحال ونتخذ الإجراءات اللازمة. ديما نقولوا شبهات إلى حين معناها البت فيها من قبل النيابة العمومية والقضاء. هذا هو نذكر به الخروقات هذه، الناس كل لازم تنضبط إلى القانون بطبيعة. المعلومات الصحيحة الرسمية تاخذوها من معناها من الصفحة متاعنا الرسمية أو أيضا من الأعضاء، نحن هنا على ذمتكم نمدوكم بالمعطيات الشخصية، وهذا الكل يعني نقولوا إحنا استثناءات مهمش برشا، راهو يدخل في إطار معناها تضليل الناخبين، بث الأخبار الزائفة الغير صحيحة بطبيعة الحال باش نتعاملوا معاه تبقى القانون.